لما قاربوا مدينة قونية خرج اليهم الملك قطب الدين ملك شاه بن قلج ارسلان قلج ارسلان ليمنعهم فلم يكن له بهم قوة فعاد الى قونية وبها ابوه قد حجر ولده المذكور عليه وتفرق اولاده في بلاده وتغلب كل واحد منهم على ناحية منها يكمل ابن الاثير فلما عاد عنهم قطب الدين اسرعوا السير في اثره فنازلوه قونية فلما عاد عنهم عن الفرنج اسرعوا السير في اثره فنازلوه قونية وارسلوا الى قلج ارسلان هديه وقالوا له ما قصدنا بلادك ولا اردناها وإنما قصدنا البيت المقدس وطلبوا منه أن يأذن لرعيته في إخراج ما يحتاجون إليه من قوت وغيره فهل يأذن؟ ماذا تقولون؟ ماذا يقول ابن تيمية؟ ماذا يقول النهج التيمي؟ ماذا يقول المارق عن أئمتهم؟ ما هو الجواب؟ يقولون نحن لا نقصد بلاد قلج بلاد السلاجقة مملكة السلاجقة السلاجقة مملكة السلاجقة المسلمين حماة الدين أنصار الدين قوة الإسلام يقولون لا نقصد هذه المملكة إذا أين تذهبون يقولون نحن نقصد بيت المقدس لا علاقة لنا بكم ما هو الجواب بيت المقدس المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الاقصى تشد اليه الرحال جعلها امه المارقه وامه التيميه من المروانيين جعلوها قبلة جعلوها كعبه جعلوها مكان للحج وللعمره هل يقبل السلاجقه بهذا بالتاكيد كل مسلم لا يرضى بهذا ما هو بلدي ما هو بيتي؟ ما هي نفسي؟ ما هي اسرتي مقابل البيت المقدس؟ هل يوجد هنا ابن العلقمي؟ هل يوجد ابن العلقمي سني، سلجوقي، ايوبي، اموي، عباسي او فقط ابن العلقمي شيعي؟ نكرر نطلب من الجميع القراءة ليس لكم لأن الواجب عليكم قبل أن نبدأ بالبحوث والمحاضرات هذا الامر نصحنا به ووجهنا عليه وامرنا به. اقرأوا، تعلموا، اطلعوا على ما على ما دار وما حصل في التاريخ وفي واقع التاريخ، اقرأوا وستعرفون هذه كتبهم، هذا هو واقعهم، هذا حجه عليهم. أين ابن العلقمي؟ أين الشيعي؟ أين الرافضي؟ أين المرتاد؟ أين القبوري؟ أين الاسماعيلي؟ أين الحشاشة؟ أين الاسماعيلية؟ وهنا بعد هذا نقول أين الداعشي؟ أين التيمي؟ أين التكفيري؟ أين الإرهابي؟ هل يرضى بهذا أو لا يرضى؟ هذه خزعبلة التحرير للمقدسات مرت طريق القدس من طهران وأخرى من الكويت وثالثة من دمشق ورابعة ترجع إلى الموصل وأخرى إلى الفلوجة وغير هذا إلى كردستان. ولا نعلم أين ستتجه البوصلة وكل هذا هو طريق القدس ومرة في أفريقيا وأخرى في جنوب شرق آسيا وفي أوروبا كل هذه الطرق تؤدي إلى البيت المقدس إلى بيت المقدس إلى القدس فقدوا البوصلة يقولون وإنما قصدنا البيت المقدس وطلبوا منه أن يأذن لرعيته في إخراج ما يحتاجون إليه من قوت وغيره فأذن في ذلك فأتاهم ما يريدون فأذن في ذلك فأتاهم ما يريدون فشبعوا يأكلون السم يقول فشبعوا وتزودوا وساروا لاحظوا الذلة إلى أي مستوى وصلت لاحظ الانحطاط، لاحظ العمالة يقول ثم طلبوا من قطب الدين أن يأمر رعيته بالكف عنهم وأن يسلم إليهم جماعة من أمرائه رهائن وأن يسلم إليهم جماعة من أمرائه رهائن وكان يخافهم فسلم إليهم نيفا وعشرين أميرا كان يكرههم فساروا بهم معهم تنبيه سجلت تنبيها تنبيه ما دام يقصد البيت المقدس ولا يقصد مملكتهم وسلطتهم فلا يوجد أي مشكلة وأهلا وسهلا ومرحبا بهم ونعطيهم ونزودهم بكل ما يحتاجون وما يطلبون وحتى الامراء نسلمهم لهم رهائن. يكمل ابن الاثير يقول كان الملك قلج ارسلان يكاتب صلاح الدين باخبارهم ويعده انه يمنعهم من العبور في بلاده فلما عبروها وخلفوها ارسل يعتذر بالعزي عنهم لان اولاده حكموا عليه وحجروا عليه وتفرقوا عنه وخرجوا عن طاعته واما صلاح الدين عند وصول الخبر بعبور ملك الالمان فانه استشار اصحابه